السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء. أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على وضع الحجر الأساس لبناء جسرين بالعاصمة نواكشوط وتدشين الشبكة الطرقية التي تم تنفيذها على مستوى هذه المدينة خلال العام الماضي وإطلاق مشاريع بناء طرق جديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قطاع التجهيز والنقل لتعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع من مستوى البنية التحتية وإنشاء طرق عصرية. ما طبيعة هذه المشاريع ولماذا هذه المناطق بالذات، وما هي المعايير الجمالية للمشروع؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. معي لنقاش هذا الموضوع السيد محمد لمين والشيخ عبد الله مكلف بمهمة في وزارة التجهيز والنقل، شكرا لك على قبول الاستضافة، والسيد وان عثمان مدير البنى التحتية الممولة من الداخل بوزارة التجهيز والنقل، شكرا لكم ضيفي على قبول الدعوة. ولكن قبل الشروع في هذه الأسئلة نتابع الورقة التمهيدية التالية مع باب أحمد سالم ثم نعود. لا غرابة خلدت بلادنا هذا اليوم عيدا للنقل الحضري، فهذا رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني يشرف على تدشين مجموعة من التطويرات المهمة ضمن الخطة الوطنية لتعزيز شبكة النقل الحضري لتعزيز المنظومة الطرقية على مستوى العاصمة بإنشاء جسرين. أعطى رئيس الجمهورية اليوم إشارة انطلاق الأعمال فيهما، أحدهما عند ملتقى طرق الحي الساكن والثاني عند ملتقى طرق باماكو. كما أشرف رئيس الجمهورية اليوم على تدشين 40 كيلومتر من الطرق الحضرية في نواكشوط بعد اكتمال أشغالها ضمن برنامج أولوياتي. إضافة مهمة ونقلة نوعية لمنظومة الطرق على مستوى العاصمة ينتظر منها أن تضيف لبنة جديدة في صرح شبكة الطرق الوطنية وأن تقلل من المشاكل التي يواجه هذا القطاع المهم عبر التخفيف من الازدحام المروري والحد من الاكتظاظ الذي يتركز في الشوارع الرئيسية للعاصمة. هذا بالإضافة إلى ما تمثل هذه المشاريع من تطور على مستوى المظهر الحضاري للعاصمة. فما النتائج المرتقبة من التدشينات اليوم؟ وكيف لمنظومتنا الطرقية أن تستفيد من هذه المشاريع بالحد من الازدحام المروري؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب بضيفي محمد رمين والشيخ عبد الله مكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، وعثمان محمد وان عثمان عفوا مكلف بالبنى التحتية والممولة من الداخل. طبعا سأبدأ معكم، ما طبيعة هذه المشاريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بادئ ذي بدء أشكر قناة الموريتانية على الاستضافة، وأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة هذا الإنجاز الماثل الذي تحقق اليوم. اليوم كما تعرفون فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني أشرف اليوم على وضع حجر الأساس لجسرين هامين على مستوى مدينة نواكشوط، وهما جسري باماكو والحي الساكن. كما أنه أعطى انطلاقة بدء الأشغال في 47 كيلومتر من الطرق الحضرية، وتم استلام 40 كيلومتر من الطرق الحضرية تم إنجازها ما بين السنة الماضية وهذه السنة. وهذه الإنجازات الكبيرة التي لاحظناها اليوم هي إنجازات تنضاف للإنجازات التي تحققت في مجالات أخرى. بالنسبة للبنية الطرقية كما تعرفون هي أساس التنمية، لأن البنية الطرقية بمثابة رافعة اقتصادية لا غنى عنها بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واليوم أعطى فخامته إشارة الانطلاق في بدء الأشغال بهذين الجسرين، ولنا أن نتساءل هنا لماذا اختيار باماكو ولماذا اختيار الحي الساكن. في الحقيقة الاختيار ليس اختيارا اعتباطيا، الاختيار جاء نتيجة معطيات فنية، وهذه المعطيات الفنية هي عبارة عن مخرجات الدراسة التي تم اعتمادها والتي تناولت عشر ملتقيات طرق على مستوى نواكشوط. طبعا من أجل إعطاء طابع جمالي لمدينة نواكشوط، مدينة نواكشوط أصبحت في الحقيقة عاصمة كبيرة وعاصمة تحتاج إلى أن تعالج فيها قضية التنقل النقل الحضري، وقضية كذلك الموبيليتي إيربان، يعني نقل الأشخاص ونقل البضائع على مستوى العاصمة. من أجل إيجاد لهذه الحلول فإن وزارة التجهيز والنقل
اعتمدت هذه الدراسة التي تناولت 10 ملتقيات، ومن بين الملتقيات العشر تم اختياره ملتقى كارفور مدريد وملتقى كارفور الحي الساكن. بالنسبة لملتقى الحي الساكن، الدراسة أثبتت أنه يوميا كارفور باموكو كارفور الحي الساكن تعبر منه 23 ألف سيارة. بالنسبة للحي الساكن 23 سيارة تعبر من هذا الملتقى كل يوم. معناه شنو؟ معناه أن هناك ضغط كبير على هذا الملتقى، يعني غراند بريسيون، ضغط كبير على هذا الملتقى. لذلك ينبغي إيجاد حلول لمسألة الضغط، يعني ضغط في حركية نقل الأشخاص ونقل البضائع على مستوى هذا الملتقى. لذلك كان من الضروري إحداث أو إيجاد هذا الجسر. هذا الجسر سيحل مشكلة التنقل على مستوى منطقة الحي الساكن، وسينجز طبعا من طرف شركة صينية لها خصوصيتها ولها كذلك التقنيات الفنية الموائمة التي تمكنها من أداء الأشغال في الموعد وفي الوقت المناسب. نعم، سنتناول الأمور الفنية بالنسبة مع زميلكم، لكن ما طبيعة هذه المشاريع؟ هل هي بداية مشاريع أخرى، أم أنكم وجدتم أن هذه المشاريع ملحة على التنفيذ؟ ما طبيعة توجهكم خلال هذه المشاريع؟ بالنسبة لهذه المشاريع ليست هي الأولى على مستوى قطاع تجهيز النقل. قطاع تجهيز النقل أنجز العديد من المشاريع. هناك مشاريع كانت متوقفة في السابق، هذه المشاريع تم إكمال الأشغال فيها. هناك مشاريع كانت تحتاج إلى تأهيل، هذه المشاريع أيضا أعطيت إشارة انطلاق أعمال التأهيل فيها، وسنعطي الأمثلة إن شاء الله أثناء المقابلة. فيما يخص خصوصية هذين الجسرين، هو أنهما سيحلان مشكلة اقتصاديا واجتماعيا. بالنسبة للحي الساكن تكلمنا عن مسألة الضغط فيما يتعلق بالحركة النقل اليومية على مستوى هذا الملتقى. بالنسبة لكارفور باماكو، كارفور باماكو له خصوصيته الأخرى، لأن هذا الملتقى تعبر منه السيارات مباشرة باتجاه ميناء الماكشوط، وكما تعرفون ميناء الماكشوط هو ميناء له خصوصيته الاقتصادية، وبلادنا في إطار التنافس المينائي على المستوى الجهوي بحاجة إلى إيجاد شركاء، ونحن تربطنا بعض الشراكة الاقتصادية مع جيران لنا، خصوصا دولة مالي. يعني دولة مالي التي يعني تأخذ البضائع من ميناء الماكشوط، أغلب سياراتها تمر بهذا الملتقى. يعني ملتقى باماكو هو ملتقى منشأ من أجل أغراض اقتصادية تنموية، من أجل أغراض اقتصادية تنموية، من أجل أغراض اقتصادية لها مردودية الاجتماعية كذلك. طبعا هذا الملتقى يسير في اتجاه مدينة روسو، عندما نقول في اتجاه مدينة روسو بمعنى اتجاه منطقة حدودية. هذا الملتقى كذلك تعبر منه السيارات الواردة أو الوافدة من منطقة مالي، وتعود معه السيارات التي تغادر ميناء الماكشوط محملة بالبضائع إلى منطقة مالي في إطار ما يعرف بالكوريدور، كوريدور الماكشوط باماكو. إذن من أجل تعزيز القدرة التنافسية للميناء، نحن بحاجة إلى إيجاد بنية اقتصادية تساعد بالحقيقة على تقوية هذه القدرة التنافسية لميناء الماكشوط، كما أننا بحاجة كذلك إلى إيجاد حل لمسألة الضغط الذي يلاحظ على مستوى هذا الملتقى كذلك. طبعا سنعود لهذا الملتقى معكم. نعم. طيب الكريم، الآن وان عثمان بوصفكم مدير بنى تحتية، ما طبيعة أو المعايير الجمالية لهذه المشاريع، هذا الجسور؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. جي أني تحني التلفزيون الموريتانية pour nous avoir invité ici aujourd'hui. لايت سامحوني ما كلام العربية ما هو حسانية. تكلموا بالحسانية طبعا. Donc je vous remercie de nous avoir invité ici pour parler de pratiquer les ouvrages qu'on vient de vient de lancer son excellence monsieur le président Mohamed Mohamed Cheikh Azwani. Aujourd'hui nous ont permis de lancer les travaux. حنا نقدروا نتكلموا بالحسانية ياكنا فهموا حساني. بون vomir que je parle vomir que je parle en français. هي المسحة الجمالية اللي له يعطي هذه المشاريع الاثنين، جسرين الاثنين، جسرين كما قال لكم. Voilà. Comme il vous a exprimé, monsieur le conseiller. Voilà. Que ces deux projets sont faits à la suite d'une étude de comptage de trafic
avec d'autres paramètres qui sont liés à 10 carrefours qui ont des conjonctions au niveau de la ville de Nouakchott. Donc parmi ces 10, on a choisi Haïssakine et Bamako, suivant les paramètres bien précis. Donc à la suite de ce comptage, nous avons choisi Haïssakine et Bamako. Le fait que Haïssakine est dans une place où il y a beaucoup de circulation, comme je vous ai indiqué, 23 000 véhicules par jour, donc ça va, et que le fait que ce soit sur l'axe principal Nouakchott-Agjouj, où il y a aussi une activité économique très importante, qui est la ville d'Agjouj, et c'est ça qui a permis de choisir ce point. Au niveau de Bamako, nous avons la proximité du port de Nouakchott et l'entrée de la ville de Nouakchott à partir de Rosso, une ville frontalière. Donc c'est sur ces deux paramètres qui ont permis de choisir ces deux points. Parce qu'on va de la périphérie vers l'intérieur de la ville. Ça va permettre l'échange de trafic, de transit, mm-hmm. pour sortir de la ville et être choisi d'acte ville d'Akhle Medina. نعم، هل تمت مراعاة الجوانب الفنية للمشروع؟ مثلا في سيارات عندها حمولة كبيرة تقدر تاخذ، هو ذيك النوع من السيارات تقدر تاخذ عليه والله محظورة، مثلا حركة المرور فيه كذا مادة مؤطر على انها توجه الناس من دون تفادي بعض الحوادث. نعم، هو هما لي دو بروجي سون في دي مانيير سيكيريزي. Qui sécurise le passage des gros porteurs, qui sont les camions poids lourds, mm-hmm. jusqu'à 70 tonnes, mm-hmm. et qui n'excèdent pas. Et la hauteur a été calée d'une manière avec des paramètres internationaux. Mm-hmm. Ça veut dire que les ponts auront une hauteur de transit limitée à 4,85 m, avec un gabarit de 5 mètres de hauteur. Donc ça permettra les camions de passer convenablement sans aucun problème. Tous les voitures. Tous les véhicules. Mm-hmm. Mm-hmm. Et les ponts sont dimensionnés sur la base des calculs techniques qui sont liés à plusieurs convois, même des convois exceptionnels qui mm-hmm. sont liés par exemple à des convois qui ne sont pas habituels et sont calculés sur cette base. Mm-hmm. Mm. Merci. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, pour revenir à ce projet et à l'importance, laissez-vous vous détailler plus sur le tourisme dans le secteur. Nous avons choisi de rappeler que le secteur de transport et de logistique a pris sur ses épaules la croissance du pays. من حيث ما يسمى بأولا تعزيز شبكته الطرقية للبعض منها كان متهالكا، والشبكة الطرقية كما تعرفون لها دور كبير في التنمية الاجتماعية وفي التنمية الاقتصادية، فيها عديد الطرق في الحقيقة تم تأهيلها وعديد الطرق كانت الأشغال متوقفة فيها، واليوم الحمد لله وهذه مثلا ما زال العيان انتهت الأشغال منها. نعطي بعض الأمثلة، عندنا مثلا طريق لسبيل المثال طريق تامشيك طزرافية هذه وفات اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق كيف وبومديد اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق النعم بونغو باسكنو اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق باسكنو فصالة اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق بن الشاب اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق تجبجة أطار أيضا اكتملت الأشغال فيها، عندنا طريق كوندل كايدي كوندل كانت متوقفة اكتملت الأشغال فيها، عديد الطرق. عندنا أيضا بعض الطرق اللي في الحقيقة كانت بحاجة إلى تأهيل، وبدأ بتأهيلها بشكل فعلي، كيف مثلا طريق ألاك بوتليميت ألاك على سبيل المثال بدأ بالأشغال فيها، وكذلك 42 كيلومتر المتبقية من طريق نواكشوط بوتليميت بدأ بتأهيلها كذلك. ناهيك عن الشبكة الحضرية على مستوى مدينة نواكشوط وعلى مستوى بعض هذه اللي بحكم تتكلمون عنها أكثر لأنها مصاحبة للتدشين اليوم. شفت بالنسبة لنواكشوط السنة الماضية في إطار تعهدات برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ غزواني تم التعهد بإنجاز 300 كيلومتر من الشبكة الحضرية خلال 5 سنوات، وهذا العهد بدأ بتجسيده على أرض الواقع. السنة الماضية بدأ طبعا بداية الأشغال على مستوى نواكشوط وعلى مستوى بعض المدن الداخلية. على مستوى نواكشوط كما تلاحظون تم إنجاز 40 كيلومتر انتهت الأشغال منها وتم استلامها. اليوم هذه الطرق اليوم يمكن أن نعتبرها طرقا منجزة، ومنجزة
وفق معايير الجودة المطلوبة، لأن الطبقة الإسفلتية وطبيعة الخرسانة وطبيعة المواد اللي معدلة منها هذه الطريق تعتبر من أجود المواد المستعملة في بناء الطرق. وكما تعرفون المهم ليس بناء الطرق فقط، لكن بناء طرق ذات جودة وطرق ذات معايير دولية، وهذه هي الخصوصية حقيقة اللي عرفتها شبكة الحضرية. وهون صراحة أثني على معالي الوزير محمد والأحمد والمحيمي اللي الساعة اللي وصل جل الوزارة أخذ على عاتقه هذه المسؤولية وعمل بفريق موحد من أجل إنجاز هذه المهام، وهذه النتيجة اللي وصلنا لها. نعم، قبل أن نذهب بعيدا عن الطرق اللي تفضلوا كملوا فكرتكم. نعم، واليوم كما تعرفون هذه 40 كيلومتر اللي اليوم تم إنجازها، 40 كيلومتر تم إنجازها في فترة وجيزة ووفق المعطيات التقنية المطلوبة. وهذا كله يدخل في إطار عمل الحكومة ويدخل في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية. اليوم أيضا فخامة رئيس الجمهورية وضع حجر الأساس ل 47 كيلومتر من الشبكة الحضرية، وهذه 47 كيلومتر تدخل طبعا في إطار 300 كيلومتر اللي تم التعهد بها. معناها أن خلال سابقنا بعده بعيد عن الطرق، نبقى نسولوا سيد وان عثمان عن شن هي الطريقة اللي تتم بها صيانة هذه الطرق والمحافظة عليها. نعم، كم فسافيك لتابلسمان le nouvel établissement, l'entretien routier a été remis en place avec le programme projet routier élargi du président Mohamed Ouchiakh Azawani. Donc il y a une nouvelle société qui s'occupe de l'entretien routier. Donc cette politique est déjà mise en œuvre avec des moyens qu'il faut. Et leurs équipes sont de pied d'œuvre pour réparer tous les dégâts qui sont sur l'ancien réseau, et des mesures sont prises pour que chaque réseau qui est déjà pris, il y aura des équipes qui sont prêtes dans le cadre du programme de co-prévu, programme d'entretien routier destiné au réseau urbain. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Équipement et Transport répare l'entretien des réseaux de voiries dans toutes les villes, y compris les villes de Nouakchott et les villes de l'intérieur. Il y a une équipe pour. Il y a une équipe destinée à cela. بما يخص صيانة الطرق، طبعا كما نعلم وهذا ورد اليوم في خطاب معالي الوزير، فخامة رئيس الجمهورية أخذ على نفسه تعهد بإنجاز شركة يعهد إليها بما يسمى الصيانة الطرقية. وهذه الشركة الحمد لله رأت النور، شركة أتار اللي هي شركة صيانة طرقية. طرق مهم على أنها تنجز، قال المولي مهم على أنها تصان. قال قاع المذاك خير قوام من جيع. إذا هذه الصيانة في الحقيقة ما تخلق، أن تعودها بشركة تقوم بالإشراف على هذه الصيانة، لأن في مناطق متهالكة من الطرق الوطنية، وهذه المناطق المتهالكة اللي إما تعالج بالعجلة تعقب تخسر الطريق. وهذا احنا لاحظنا خلال السنوات الأخيرة، أن عرفوا عن غياب الانهيار، كيف تعرفوا؟ اللي قالوا صيانة الطرق في الحقيقة عانت معاناة كبيرة، وأدى هذا تدهور بعض الطرق اللي كان من الممكن في الحقيقة تدارك عدم تهالكها. اليوم الحمد لله عاد عندنا هذه الشركة، وهذه الشركة بدأت أعمالها. أولا بدأت برادم الحفر الملاحظة في بعض الطرق الوطنية، عملت كذلك على رفع كميات كبيرة من الرمال اللي كانت متواجدة على بعض الطرق، خصوصا طريق طار تجكجة كيف نعرف هو في وقت معين نتيجة لكثرة الرمال وانعدام الصيانة في مرحلة معينة، وصلت إلى مرحلة أن الطريق انقفلت مات، عاد هناك إغلاق شوف كل الطريق. وإنشاء هذه الشركة تم رفع جميع الحواجز بما فيها الحواجز الرملية، وبدأت عملها بشكل منسجم وبشكل يومي، يعني أنها اليوم موجودة الحمد لله وتقوم بعملها على أحسن وجه. هذه الطرق اللي ستنجز لاحقا واللي وضع الرئيس اليوم حجر الأساس لانطلاقتها، شن هي معايير ومنين اللي هي تعود أساسا في مدينة نواكشوط ولا متفرقة على الولايات كاملة؟ هذه الطرق اللي اليوم وضع حجر الأساس
هي عبارة عن شبكة حضرية على مستوى مدينة نواكشوط. عصرانس مدينة نواكشوط. 47 كيلومتر على مستوى مدينة نواكشوط. فيه بعض الأحياء اللي حقيقة الحمد لله نواكشوط في قدم مطرق غير من أجل إعطاء مظهر جمالي للمدينة. صحيح. لابد من المعايير الفنية والمعايير الجمالية تخرص. في قدر من الطرق ستعزز هذه الشبكة الحضرية وعددها 47 كيلومتر وتوجد في مختلف في أغلب مناطق نواكشوط. مثلاً السنة الماضية كما نعلم هي 40 كيلومتر تركزت في المناطق الأكثر حاجة. يعني هناك أولويات بالنسبة لبعض المناطق كيف السبخة وكيف الميناء وكيف تجونين وكيف دار النعيم إلى غير ذلك. هذه الشبكة الحضرية اليوم ل 47 وضع حجر الأساس اليوم تعود ملي تشمل بعض المناطق والمقاطعات الأخرى اللي ما استفادت من الشبكة خلال السنة الماضية. معناها على أن خلال 5 سنوات بإذن الله تعالى نوفق الله ذلك خالق 300 كيلومتر ستنجز على مستوى مدينة نواكشوط وستعزز الشبكة الحضارية بشكل متفاوت التي كانت موجودة. منيك 300 فات تم إنجاز 100 كيلومتر فيها اللي في نواكشوط وفيها اللي في الداخل. معناها زور استفات تم إنجازه. لأن هناك عمل في الحقيقة على قدم وساق تقوم به الحكومة من أجل إعطاء مظهر جمالي للمدينة ومن أجل كذلك أن تصبح عاصمة هنا وأن تصبح مناطقنا الداخلية مناطق ذات بنية تحتية ملائمة. نعم، بالحديث عن عصرنة العاصمة نواكشوط، كيف تتعاملون بوصفكم فني مع هذه فوضوية الأرصفة، رصيف هنا طريق دراهيلة تعود أصلا ما فهم حاجة مليحة لهم وفهم بليدات أخرى محتاجة للقدرانات وليهم فيه؟ هو البروغرام الجواري تعدل حسب معطية دراسة توبوغرافية ودراسة تكنيكية تعدل الطريق. دونك سير سيت باز اون في لي ديمونسيونمون افيك لي لارجور لي زيبسير بارابور او دوني تكنيك كو نو تروفون à la suite des levées topographiques et géotechniques. Donc c'est sur cette base que les gens font ces routes. مستقبلا يعني في اطار عصرانه المدينه نواكشوط تقدروا تقلعوا شيء من هذه الارصفه وتمحوهم وتعدلوا ارصفه في اماكن اخرى. Si ça demande de manière pratique, ça demande l'accès. Nous sommes obligés de rectifier certains petits trottoirs où il y a certains trottoirs qui ne sont pas mis à leur place. Il faut dire que l'occupation, ça veut dire que l'habitation, non, les habitations de Nouakchott évoluent rapidement. C'est pour cette raison, parfois il y a des zones, on fait la pression. On fait la pression là-dessus, alors qu'avant il n'y avait pas de pression. C'est pour cette raison qu'il y a ces déconversions, effectivement. طبعا هذه الشبكات الطرقيه محتاجين ان نتكلم عنها اكثر. كيف ما قال زميلكم عن فم فعلا التقري عشوائي وعلى الناس قابل على العاصمه جدا. شلي تعدلون انتم عنكم اللي هي تطرحوا رؤيه واضحه وتنفذوها بحسب الدراسه وحسب التمليه هذيكم الدراسه، والله اللي هي تعود فم امور استثناءات. والله شوفي بالنسبه السؤال السابق اللي نرجع ان شاء الله للسؤال اللاحق السابق اللي طرحته على الاخ وان اختير نبه عن مساله مثلا لوكيباسيون مثلا استقلال هذه الارصفه لانه من اهتمامات سلطه التنظيم وتوجيه النقل الطرقي. طبعا هذه السلطه تعالج مشاكل النقل الطرقي بصوره عامه والنقل الحضري بشكل اخص لان هم اهتماماتها اللي قالوا النقل البيني النقل الاول بعد قاعد الحضري النقل البيني والنقل الدولي. وبما ان في النقل الحضري جميع الاشكالات المطروحه كيف عدم انتظام مثلا حركه السيارات وقضيه مثلا الارصفه وقضيه اكتظاظ الارصفه وقضيه عدم سيابيه النقل هذه الاشكالات الكبيره اللي حقيقه تعالج هذه السلطه. ومن السنه الماضيه تم انشاء اداره تسمى باداره النقل الحضري على مستوى هذه السلطه وتهتم بمعالجه مختلف الاشكالات المطروحه على مستوى العاصمه وعلى مستوى مدن الداخل. بالنسبه للسؤال الثاني ذكرني به فضلك
باش ليه تعدلوا انتم مع هذه الضغط اللي يدير لكم فيه التقري العشوائي في العاصمه نواكشوط؟ طبعا بالنسبه للتقري العشوائي في الحقيقه هذه مساله ترجع لعقليتنا كمواطنين موريتانيين، لان يعني البداوه متاصله ومتجذره في اذهاننا، لان في مشاكل. نعم. اصلا فهم. نعم. واحدين يبنوا في الطرق. صحيح. الطرق المهمه. صحيح صحيح. وهذه المساله هي عباره عن مشكل اجتماعي. نعم. هذا المشكل الاجتماعي يمكن ان يعالجه. نعم. من خلال اولا بعد كاع هذه نقلب عمليه التحسيس. نعم. ومن خلال بث روح المواطنه لدى المواطنين. نعم. المواطن لين يحس باهميته ويدرك دوره كفاعل في التنميه ويدرك دوره كفاعل كمواطن فاعل في تنميه بلده في الحقيقه ما هو له، وانه يؤثر بالايجاب والسلب لن يقوم بعمل مخل. سمعتي. وعلى كل حال مثلا هذا الهدف يدخل في اطار هذه قالوا لا كوميونيكاسيون بور شانجمون دو كومبورتمون، يعني التوعيه من اجل تغيير العقليات. صحيح. تغيير العقليات. واحنا كمواطنين موريتانيين معنا صعبين في النهايه، يعني ندركوا ونفهموا عن هذه القضيه قضيه وطنيه وعلينا مسؤولين عنها، وواجبنا الوطني يعني ان يفرض علينا ان ننسجم اجتماعيا وان نكون فاعلين وان ننسجم مع خيارات قيادتنا الوطنيه. ومع اهداف التنميه المطالبين بها. المشكل ما هو اللي ينطرح غير غياب هذه عمليه التوعيه وغياب عمليه التحسيس اللي تؤدي في بعض الاحيان الى وجود هذا النوع من الاختلالات. فيما يخص مسألة شبكة الطرق عادة يقام بها وفق دراسات، وهذه دراسات تخرس الأولوية. شنو هي المناطق المحتاجة حقيقة لعلن تشق فيها الطرق؟ شنو هي المناطق اللي تعاني من عزلة؟ ياك تنفك عنها العزلة. شنو هي المناطق اللي إلى وخذت منها طريق؟ هاي الطريق اللي تؤدي لتنمية اقتصادية واجتماعية فيها. هون نختار نقول عن الطريق لا ما تعدل من أي طريق. الطريق يقولوا الخبراء بعلن أي طريق وعدلت في بليد سوية شنو هي؟ معناها تنمية اقتصادية. اي طريق مهما كانت طبيعته بها اللي اولا اللي تتمكن بعد تسهل حركه النقل وتسهل انسيابيه النقل وتسهل كذلك اللي قالوا التنميه الاقتصاديه والتبادلات التجاريه. هذا من ليزينفاك ديزو مثلا من انعكاسات الطرق. يعني نعطيك مثال مثلا طريق كي هيدي مقامه. هذه الطريق فكت العزله عما ما يزيد على 100 قريه، وهذه 100 قريه في الحقيقه انخلقت فيها نشاطات اقتصاديه ما كانت بالحقيقه لتتم لولا وجود هذا الطريق. ونحل اشكال كبير كان مطروحا، ما ينطبق على تلك الطريق، ينطبق على الطرق الوطنيه الاخرى. اذا الطرق اللي تقوم بها وزاره التجهيز والنقل لا تقوم بهذه الطرق اعتباطا، لا تعتمد انشاء الطرق اعتباطا، بل تعتمدها بناء على دراسات فنيه ونتائج هذه الدراسات التي تحدد الاولويات بالنسبه للقطاع. والقطاع الحمد لله عرف وش الديناميكيه منذ السنتين الماضيتين، وتم تحقيق العديد الحمد لله من الانجازات. اليوم في خطاب معالي وزير التجهيز والنقل ذكر ان 500 كيلومتر ذات عدلت خلال السنتين الماضيتين. 500 كيلومتر 200 كيلومتر. واحنا الهدف اللي حقيقه عندنا خلال 5 سنوات الجايه ما يقارب 1000 كيلومتر، معناها 500 ذات عدلت نص ذات عدلت، وهذا انجاز كبير. البعض يشكو من تآكل بعض الطرق الحديثة، فيما يعود هذا السبب برأيكم؟ تآكل بعض الطرق الحديثة؟ هذا في بليده. البعض من الطرق الحديثة تحس عن فم تكسرات ولا شيء. اجتماع شوفي اجتماع هذا اللي نرجع للموضوع اللي كنا نذكره به. كنا نذكره عن مسؤولية المواطن، هو المسؤولية هامة جدا في المحافظة على الطرق اللي هي طريق معدل المواطن. والمواطن هو اللي يعطي يحافظ عليها. ومن الاسباب الكبيره والله عن السيد المدير يقدر يعود اكثر درايه بالبعد الفني. من الاسباب الكبيره زين قالوا لا ديغراداسيون ديروت اي تاكل الطرق ومتعب الطرق. اولا الاستخدام المخل لها، نعرف هنا تلابات كمثال السلكيات هون على مستوى نواكشوط مثلا. صح. في بعض الطرق تعادل بعض الاحياء وتشوف ناس تكب عليها الوسخ. صح. فيه مواد قاعد توكل هذه المواد تساهم زين قالوا تاكل الطرق. معناها اعلنا الين نخلقوا اليه في الحقيقه لتوعيه المواطن بالاهتمام بالطرق. الطرق عندها عمر معين. شوف هاي بعض من الطرق والطرق السابقة ملاحظة عن عمر هذه 3 سنوات 4 سنوات. صحيح. وإحنا اليوم لودوا له طرق على الأقل تمتد لأكثر من 10 سنوات، وظاهر لي عنها مسلتين هامات من أجل الوصول لذلك الهدف. واحدة نوعية المواد، معناتي لي ماتيريو دو كونستركسيون، معناها نوعية المواد اللي
تؤسس على اساس الطريق كيف طبيعه مثلا الطبقه الاسفلتيه طبيعة الخرسانة وطبيعة المواد اللي إضافة كذلك المعايير الفنية الاعتمادية وإنشاء هذه الطرق يعني ذيك المعايير الفنية يتم احترامها وهذا هو اللي حارصة وزارة تجهيز ونقل على أنه يتم الطرق دور توصل لعمرها الافتراضي يغاري لين المواطنين ما يساهموا حقيقة في الدور اللي يقوم به فيما يتعلق بالمسلكيات الاجتماعية المضرة طرق على كل حال لكن ذكاء لا بد أن تتأكل كذلك يا غير تأكل يرجع أساسا إلى دور المواطن في الحفاظ عليه. شكرا لكم. على كل حال الطريق عدل بالمعايير التكنيكية معنى أنه مقدم دراسات مهمين حتى المراحل الدراسات مهمين حتى دونك يفو ديجا دوني la place aux études techniques. Il faut leur donner le temps et les paramètres importants qu'il faut accorder à ces routes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pendant l'exécution, il faut choisir les meilleurs matériaux qu'il faut utiliser. Et la mise en œuvre, le plus important. En troisième position, il faut faire l'assainissement de l'eau. Oui, il faut éviter que l'eau touche les mégères, que ce soit des fuites de conduites d'eau pour la ville, pour les villes de Nouakchott, ou bien les gens qui jettent de l'eau par les stations de lavage. Ouais. Donc c'est ça. Vous comprenez? Donc c'est ça qui dégrade les routes le plus vite, ce manque d'assainissement. Donc c'est pour cette raison notre programme dans le cadre du PROPEP, nous avons collaboré avec la direction de l'assainissement pour évacuer les eaux à chaque fois qu'il y ait un réseau de raccordement. طبعا هذه شبكه الطرق عندها اهداف انتم قلتوا عنها تنمويه، شنو العوائد اللي هي ترجع للمواطن من خلال انشاء شبكه طرقيه عصريه وسيابيه؟ تريبي طريق يسهل مرور المواطنين ان جين دو تام لحد يوصل الى مراكز تجاريه ولا مراكز لي سنتر technique, centre administratif. Donc, il donne un gain de temps, il donne un service aux populations. Il y a que l'art. Donc, il y a des tijara. Il y a ses marchandises. S'il y a bien, voilà. Voilà, exactement. Effectivement. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain d'économie, un gain sur l'utilisation des véhicules. حد عنده طريق تكلمونا عن ذيك حد عنده 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 وتر تجريه طريق صالحه ما في دقدق ما في هذا دونك يحفز وتر عنده عندي توفر له اقتصاديا توفر له اقتصاديا دونك الجين ما يجيش دائما صور ميكانيك كراج ميكانيك عند الوتر دونك هذا تعكس واحد مولي جبر طريق منافس كان فيه يوسف الضغط كيف بار اكزومبل طريق لارود كلينيك ولا هذا حد داخل فيه ما عنده حل مرق نود عنده ما الى دوتر فاريانت نمشي عليه معناه يغان دي تان دونك سي تري امبورطون لو فولي تسهل الحركه المروريه. طبعا هذا الشيء مهم ونتمناه ان شاء الله على ان شاء الله اللي هي ينجح. اللمسه الجماليه طبعا اللي يتحقق هذه شبكه الطرق وعصرنه نواكشوط والجسور وهذه كله فيها ايضا منافع اقتصاديه وتنمويه. نبقاكم تتكلمون اكثر عن توجهكم هذا. انا لا نختار نذكر على الفكره والله نختار نذكر على هذا الحدث اليوم اللي شاهدناه واللي عشناه انه حدث مهم وحدث تاريخي ولا يقل اهميه في الحقيقه عن الحدث اللي عاش في البلد يوم الجمعه الماضي باشراف فخامه رئيس الجمهوريه على اسناد 100,000 تامين صحي لمواطنين متعففين. اليوم فيه بناء جسور، واليوم فيه شق شبكه نقل حضري، واليوم فيه استلام شبكه حضريه مكتمله. كل هذا من اجل ايش؟ من اجل اسعاد المواطن. كامل هدم انه يساعد المواطن به للتنميه، يعني يعود المواطن لا يستفيد منها
الحقيقه ليست التنميه، هي غير التنميه المهم منها هي سعاده المواطن. ونختار نقول على الوجه الجمالي، اعطاء وجه جمالي للمدينه مهم، غير اسعاد المواطن مهم، وذا كامل يدخل في اطار كذلك السلامه الطرقيه. به للسلامه الطرقيه وهذا نختار نتبهوا له. فخامة رئيس الجمهورية عاطيه اهتمام كبير، لأن أول مجلس الوزراء تم انعقاده بعد تولي فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغلفاني لزمام الأمور نوقشت فيه مسألة السلامة الطرقية سكرتير تشير. والمجلس الأعلى للسلامة الطرقية الذي يترأسه معالي الوزير الأول التأم وأخذ مجموعة من المبادرات واعتمد استراتيجية كذلك للسلامة الطرقية. ومن هذه الاستراتيجية من إنشاء الطرق أولا منها لأن الطرق تعود بعد كاع طرق وفق المعايير الدوليه. ومنها كذلك اعلن القطاعات الوزاريه التي تعنى بالسلامه الطرقيه اعلنها توحد جهودها، اللي هي وزاره التجهيز والنقل، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره الصحه. واليوم تلاحظوا اعلن على مستوى مخارج العاصمه والمحاور الطرقيه الاساسيه اليوم فيه في الحقيقه تضافر جهود ما بين القطاعات المعنيه. تشوفوا وزارة التجهيز والنقل عن طريق مكتب الرقابة الطرقية البسعر الوتات الصفر اللي تشوفوا اللي يقوم بعملية توعية، وتشوفوا وزارة الصحة عن طريق سيارات الإسعاف. نعم، شنو طبيعة تعاملكم انتم مع هذه القطاعات اللي طبعا تصب منبع واحد اللي هو السلامة الطرقية وتفادي الحوادث حوادث السير؟ طبعا بالنسبة للتعاون تعاون سلس اللي هذا كامل الهدف هدف وطني واحد وموحد، وحنا اللي لودوا له حقيقه طب والله اللي ملح لودوا له الحد من حوادث السير. حوادث السير تقريبا سنه 2016 كانت كارثيه تقريبا حدود 3000 حادث سير على سبيل العصر الحصر. 2019 تناقصت، 2020 تناقصت، والله زادت تناقصت، و2021 تناقصت كذلك. والهدف المنشود لان حوادث السير انها تتناقص بنسبه 50%، بنسبه 50% معناها ان عدد الوفيات اللي كانوا يخلوا وعدد الاضرار في الاشخاص وفي ممتلكاتهم هم اللي يتقلصوا. وهذا كامل ما هو اللي يخلق ما هو بالمواطن، معناها ان دور المواطن هون دور اساسي ودور محوري في هذه العمليه. الدوله تقوم بعمليه توعيه ضروريه، لكن المواطن ينبغي كذلك ان يساهم، لان في إحدى الدراسات التي تناولت مسألة حوادث السير وأثبتت أن نسبة 87% من حوادث السير مردها إلى العامل البشري. بعدين يقولوا سببها الطرق، لا ذاك مو خالي، سببها العامل البشري، معناها الشخص وهو اللي سبب حادث راسه. الطرق تهالك الطرق يقول يعود سبب من الأسباب، لكن سبب ضئيل لك 13% الباقية منها تقريبا عدم وضع حزام الامان واستعمال الهاتف اثناء عمليه السير، ومنها تهالك الطرق في بعض الاحيان، ومنها السرعه المفرطه هي 13 غير 87 الشخص الراس معناها لا مانيور دو كوندوير، طبيعه السياقه لدى الشخص. بعض يقول على ان حوادث السير تناقصت في السنوات الثنتين الاخيرات حتى به اللي فم كورونا وفم تقيد باطل الحظر. بالحقيقه شفتي كورونا غير هذا لا ينفي تنسيقكم انتم واستراتيجيتكم اللي تضعون خلال تعاونكم مع شركائكم. نختار نتحدث اكثر والله 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 شفتي الموضوع. شفتي بالنسبه لهذا السؤال سؤال جوهري، سؤال اساسي بالنسبه لجائحه كورونا. عرفت البلاد على غرار المنظومه الدوليه السنه الماضيه، صحيح، وهذا اللي قالوا كونفينمون اللي منع من حركه الاشخاص وحركة السيارات وحركة المركبات. في الحقيقة الكونفينمون خلق عندي عنه الليلة للتشهر، ما زاد على للتشهر، معناها انه ما هي سنة تامة، ما هي سنة كاملة، ما هي سنة تامة. الكونفينمون هم اللي ما منع السيارات الكبارات من يحركوا، سيارات الكبارات ما لا يمشوا، ياك يوفروا البضاعة للمواطنين في الداخل وفي إطار ملي تبادلاتنا مع الخارج، ما قدوا، لأن الأمن الغذائي ملي ضروري للمواطنين. اللي يمتنع حقيقة سيارات صغيرة، سيارات شخصية ليه يسافر، لا حد راه وداله يسافر، ولا والله حد عنده حاجه ملحه، وذا كامل الغرض منه صحه المواطن. طبعا في هذه الفتره الزمنيه وبعدها كذلك الاجهزه أو الوزارات المعنيه بالسلامه الطرقيه قامت بعمل منسق. تم اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه بألاك سنه 2019 نوفمبر 2019، وبعد اطلاقها مباشره كما نعلم
جميع القطاعات المعنيه بدات وجسدت هذا العمل على عين الواقع. وزاره الصحه جابت سي زامبيلانس، وزاره التجهيز والنقل جابت لبس ار هذيك السيارات اللي فيها ذوك الاشخاص اللي يقوم بعمل التوعيه، وزاره الدفاع هم لاجندرميري كما يمكنكم نعلم. ايضا انكم تجدوا قرار بمحدوديه والله ساعات فقط للمرور السيارات والشاحنات الكبرى اللي هي معروف عليها. شفتي ذاك المطلب الوزاره قد نطرح عليها من طرف بعض الجهات ومتبارك مع دراسته. سمعت هو ملي واخا القوس المعطيات لابد عليها تخرص. لهذا فيها ابعاد اقتصاديه، احنا ما نقدر نمعوا المواطنين على ان يستفيدوا في حركه نقل سيارات. خملونا وتوف يا غير ملي السلامه الطرقيه مهمه. اللي خالقين ساعات في الحقيقه يالط المركبات الكبيره على انها تستراح فيها وعلى انها تخلي فرصه في الحقيقه للسيارات الصغيره وتخلي فرصه للمواطنين الاخرين بعلنهم يقوم بعمليه النقل ياك ينحد من حوادث السير به اللي في الاغلب لا عام هؤلاء كاميونير اصحاب المركبات الكبيره عياو حسب الدراسات عياو يؤدوا لبعض الحوادث نتيجه للرقاد واحدين يقولوا عام رقود ونتيجه كذلك حسب اللي رينا وزاره التجهيز والنقل والمعطيات على ان بعض السائقين عياو يتعبوا ويعطوا السيارات اللي زابرانتي معناها المعاونيهم صحيح واللي يعودوا ما هم مهنيين صحيح. وهذه القضيه احنا طرحناها اكثر مره على السائقين المهنيين وطرحناها على سلطه تنظيم النقل بانها تعالجها مع اتحاديات السائقين المهنيين اللي حققت هذه القضيه معيين بها بدرجه اولى. هذه اللي قالوا زابرانتي ما يالطهم يسوقوا على زاكس ما يالطهم يسوقوا السيارات على الطرق الوطنيه الكبيره. اللي يالطو يتعلم يالطو يتعلم غير ما يتعلم على النكس برينسيبال. سمعتوا والمطلب ما زال يندرس ولا فات نقبل قرار فيه ومعالي الوزير انا اتذكر جيدا انه تم ناقشته معالي الوزير اعطى امر بانه يندرس وشاف فيه الاليه المناسبه لا كيف نقولوا ما يموت العجل ولا تفسد. تفضلوا. بارابور او سيجي اكتيل بار اكزومبل لو رول دي بون au niveau des carrefours. Vous savez très bien que dans la ville, le point de conflit, c'est-à-dire le carrefour, Donc si le rôle des ponts, si on fait des ponts, on règle le problème, une grande partie, le problème de sécurité routière par rapport à ce volet. C'est ce que je voulais ajouter, c'est ce que mon collègue vient de dire. نرجع لكم توم البعض يرجع تشققات طرقيه في الطرق ان فم شاحنات فيها اوزان ثقيله جدا نعم وتمر على هذه الطرق نعم شو الاستراتيجيه تكون الحد من هذه الاختلالات اللي تحدث نعم لي مينستر دي ليكيبمون دي ترانسبور عنده بروجرام دو فير دي ستاسيون دو بيزاج dans la ville, toutes les sorties de Nouakchott. Et au niveau de la ville de entre Ayoun et les zones de frontalière qui fait Ayoun Gougi et la route de Nouadhibou pour limiter les charges, charges à l'essier. La surcharge des poids lourds fait un effet très négatif sur la vie. La durée de vie des chaussées. Là, tu fais aussi une targouat, tu vois que l'eau, vous êtes à dire, il y a aussi une caraïne chahinette, une exo en l'autre. Donc, le plus souvent, c'est ce qui amène à gel, c'est-à-dire la dégradation prématurée. لا اجل تخسر الوقت تخسر الوقت لا روت و بعد نقاط نود طريق مولي ما هم شن قال لهم ني با كالكيلي سير لا باز دي لا شارج اليسي هي اللي نو نوتر ريفيرونس سير لي نورم سير 13 طن اليسي 13 طن اليسي الشاحنات يديروا 70 طن يزيدوا عليه فوق يزيدوا عليه مولي اكثر معناه انه سافي ان في تريز تري نيجاتيف سير سير شارج ديسي سا جو سير لا ديري دي في دي شوسي دونك لا بوليتيك استراتيجيك كي انغاجي سي دي فير سي ستاسيون دو بوباج اي ريغلمونتي لا شارج ريسبكتي لا شارج سورتو لو لينيير
دي ريزو. Est-ce que vous mettez des مراقبه لهذا؟ نعم la direction de l'autorité de régulation plus la direction générale de transport terrestre sont chargés de réguler le transport. شنو مدى تعاونكم مع وزارة التجارة والصناعة في هذا المجال والوزارات الأخرى اللي تتعاون معاكم؟ شوفي فيما يخص السؤال المتعلق بهذه الموازين لي ستاسيون دي بيزاج على لوسيو كي ذكر سيدي المدير في الحقيقة هي طرق لابد أن تصان ومن أجل صيانتها لابد الحفاظ عليها معناها يصير شرج لا يتأدي لتآكل الطرق ويتعاب الطريق ما لابد منها. وطبعا احنا لاحظنا لان فيه بعض السيارات للاسف لانها تجيب وزن اكثر من الوزن المطلوب خصوصا تمشي من هون لها ذيك الحموله الحموله الزائده وهذه الحموله الزائده تؤدي لاش لانها تاثر على طرقنا الوطنيه. ومن اجل الحد من هذا النوع من العمليات وزارة تجهيز النقل قبلت مكتب الرقابة الطرقية وهذا مكتب الرقابة الطرقية موجود مخارج العاصمة نواكشوط رقابة ذاك النوع من السيارات ويخبر لا جندرمري ويخبر لجيجا أسر ويعلمهم وديك السيارة توقف مباشرة إلى أن تنقص من ذيك الحمولة. وهون نختار ملي وأكد لأن في إطار تأهيل طريق بوتيلمية ألاك أعلن فيه محطتين ليعودوا ان شاء الله تعالى للوزن لي ستاسيون دي بيزاج على لوسيو واحد اللي يتعود بين واكشوط وبوتيليميت واحد اللي يتعود في العيون والغرض منه شنو؟ الغرض بين واكشوط وبوتيليميت حكما مدخل العاصمه والعيون مدخل البلاد بلاد كما تعلمون سيارات اللي جايه من مالي تاخذها لجوجل وهي السيارات اللي جايه من مالي غالبا ما تكون حمولتها زائده سمعتوا اللي هي ذيك المحطه اللي هي تعود في العيون اللي هي تزن ذيك السيارات اللي جايه من مالي واللي واعده مالي وهذا اللي ماشي من واكشوط اللي تم ياخذ مالي هذيك لا ستاسيون دي بيزاج. حموله يوميه تجي معروفه هي مستهدفه للسوق الموريتانيه يعود فم تنسيق بينكم انتم ووزارات الوصيه على هذه الحموله نسال عن هذا التنسيق. احنا شفتي احنا هو العمل الحكومي عامل منسق بشكل كامل يعني الحكومه كل عباره وزارة على كل وزاره عندها اهتمامات وعندها اختصاصات اللي قالوا السلامه الطرقيه كيف ذكرنا فيها اربع وزارات هي المعنيه بها بالدرجه الاولى هي وزاره الداخليه ووزاره الدفاع ووزاره التجهيز والنقل ووزاره الصحه. لكن سمعتوا فيما يتعلق بهذا اللي قالوا الحموله الزائده هذه قضيه وطنيه به الطرق احنا ما تزول تسجل مليارات ياك تعدل الطرق ويجوا سيارات يشوفوا من منين جايين ويخسروها. صحيح الطريق جوجي هذه العيون كيف نعرفه هذه الطريق انا اتذكر اني مشيت عليها سنه 2018 هذه الطريق تاكلت بها حكم ان طواوها الوتات الكبار الوتات جايه من مالي في الغالب العام واليوم اعيد تاهيلها واصبحت سالكه معناه نقول عنها تخسر مالي مره اخرى ليش تعود هم ذيك المحطة ذيك المحطة بإذن الله تعالى اللي تحد من ذيك الحمولة الزائدة. احنا الهدف حقيقة عن وزارة التجهيز والنقل وعن الدولة على أن الطرق على أنهم يعدلوا من أجل التنمية ومن أجل إسعاد المواطن. غير ملي الطرق لابد يحافظ عليهم في إطار الصيانة. مشوف على هذه الطرق على أن طبقة قدرونها ما يسميك حتى. من دراي كانكم قبلتوا هذا في الحسبان وأنتم تعدلوا الطرق طبعا الجديدة. طبعا 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 شفتي بالنسبه للمواصفات الفنيه هاي الطرق اللي وعدلت من العام الاول وروعيه فيها المواصفات الفنيه الدوليه معناها ذيك الناحيه ذيك مثلا لا تطرح اشكال لا تطرح لكم اشكال جميع المواصفات من ناحيه اولا اتساع الطريق من ناحيه الحفاظ على الاكتاف من ناحيه المعطيات الفنيه ومن ناحيه الماتيريال دو كونستركسيون هذا كامل تمراعات هاي الطرق والغرض منها لأن يعود عنده عمر افتراضي قاعد تقاوم به. وصيانتها هي اللي تخليها تلحق ذاك العمر طبعا طبعا هي الصيانه لابد منها. وشنو استراتيجيه القطاع العام في مجال صيانه الطرق الوطنيه كامله؟ شفت اللي قالوا الصيانه عندها شركه وهذه الشركه شركه وطنيه معناها اعلن اينما كانت الحاجه الشركه تتدخل. عندي قالها اعلن فيه مثلا طريق فلاني متآكل ولا طريق فلاني في حفر ولا طريق فلاني مثلا يتعرض للرمال زحف الرمال
مباشرة عند الآليات تدخل بهم. ما أنها لا تختص بطريق واحد ولا تختص بعد واحد. شوي شنو هي الطرق العمر المفترض لهذه الطرق؟ الناحية الفنية الدور المدير يعود أكثر دقة بعد حسب اللي عندي من معلومات عن 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 عمر الطريق ما بين 15 إلى 15 سنة. عثمان سيد عثمان قولون شنو العمر المفترض لهذه الطرق اللي منشأة جديدة؟ نعم جزاكم الله خيرا. سابقا ندخل في هذه النقطة نرجع شوي لطريقة استراتيجية صيانة الطريق. لا سيارة طريق استراتيجية القطاع هي اللي بنسد لك ما ترانسبور عنده برنامجين كونترا بروغرام مهمين على حلت سنوات شكس تروازان تريانال متكلف به مؤسسة شغل سيارة الطريق معناه أنه اتير شارجي عنده برنامجين مهمين برنامج تعقدية سنة وكل برنامج كل سنة عنده برنامج تعدل الفين اسكلتاسيون دي ريزو عدل بعثات يشوفوا بليدات فيه خسارة يعدلوا برنامج سنوية دونك هاك البرنامج السنوية تشغل فيه ياك السنة la société elle travaille sur la base de ce programme annuel mais sur la base de contrat programme triennal donc c'est une stratégie vraiment très claire que le ministère de l'équipement et des transports a posé point de vue de voirie voilà des voies intérieures c'est le contrat programme des villes urbaines le coprévu qui est destiné, qui est voté à l'Assemblée, comme le contrat programme de l'entretien routier entre les villes. Donc, la stratégie est wadha sur tous les volets. Ce que vous m'avez dit par rapport à la durée de vie des routes, la route est calculée sur la base calcul économique, calcul technique. Les calculs économiques en dorment entre 15 ans jusqu'à 30 ans. Les calculs techniques, il y a l'accompagnement, chaque étape vise l'entretien routier. L'entretien routier rentre une fois la route commence à vieillir. Le bitume que vous voyez, c'est-à-dire l'asphalte, chacal kif plastique, il tenefesse. Mais après 5 ans, yibis. Il yibis avec les charges. تكسر جي لفسير لفسيراسيون وانا التحد يرانتر ديجا ابارتير دي 5 ans 6 ans a commencé à faire l'entretien routier si on commence à attendre on dit que التحد طول الامر يندي الحاجه 10 ans 15 ans 20 ans يوك لو كالكول ايكونوميك دخلوا في لا رنتابيليتي خلينا ما تعدل بالعجله يخسر بالاجله مولي تخسر مولي تخسر مولي تخسر امورها فوالا تعدل هذا غير ماكم فيزادي سي انتر 10 ans et 15 ans selon les calculs économiques de rentabilité. اذا المشكل هو اساسا في الصيانه وطبعا الحموله مراقبه الحموله نعم وصيانه لاسنسما دي زو هاي واحد جنسفكم مجاري الماء فوالا هاي مهمه وحموله ومجاري الماء واللي نقطتين اساسيين اللي يخسر طريق لبي سوفا شكرا. كنتوا تتكلمون عن الاستراتيجيه العامه في السلامة الطرقية صحيح. بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كما نعلم هي عبارة عن توصيات المجلس الأعلى للسلامة الطرقية الذي يترأسه معالي الوزير الأول وطبعا التأم وأعطى توصيات في هذا المجال ومن هذه التوصيات هو تنسيق العمل الحكومي خصوصا القطاعات المعنية واليوم عندما نقوم بعملية مقارنة بالنتائج التي تم التحصل عليها نلاحظ أن الحمد لله هناك في الحقيقة نتائج إيجابية بدأنا نلمسها. أولا
تم الحد من حوادث السير، تم تناقص في عدد الجرحى وفي عدد الوفيات وعدد الإصابات بصورة عامة، سواء كانت إصابات الأشخاص وإصابات ممتلكاتهم، وهذا نتيجة العمليات التحسيس اللي تقوم بها القطاعات الوزارية المعنية اللي عاتم كونجيزون ديفور ما بين جميع القطاعات الوزارية التي تهتم بهذا الموضوع. وكيف ذكرت لك برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيه أعلن خلال العشر سنوات إن شاء الله تعالى، الخمس سنوات والخمس سنوات الجاية إن شاء الله تعالى، أعلن أن نصل إلى نسبة 50% ننقص عدد الحوادث بنسبة 50%. اليوم عندنا تقريبا عدد الوفيات خلال السنة الماضية 162 افتراضا، ندورها السنة الجاية تعود تقريبا نص ذاك، وخلال السنوات الجاية تم العدد يتناقص إلى أن نصل إلى الهدف المنشود. على كل حال هناك نجاحات كبيرة، نختار نأكد لكم أعلن وزارة التجهيز والنقل أعلنها هذا الجهد اللي هو أعلنها بلال وأعطته أهمية كبيرة، وأنها عزت هذه الإدارة اللي معنية بالسلامة الطرقية ومعنية بالحوادث الوقاية من حوادث السير، عزتها بالآليات سواء كانت سيارات والوسائل المادية من أجلاش من أجل تعزيز عملية التحسيس، ومن أجل كذلك أن نصل إلى الهدف المنشود. الوقت عاد وافي، نختار نتكلم عن هذه التدشينات الخلقة اليوم وعن الصورة العامة اللي شايفين التمعلن اللي توفى بها هذه المشاريع بإجاز. الوقت عاد وافي. طبعا هذه المشاريع التي تم إجازها اليوم والتي أشرف فخامة رئيس الجمهورية على إطلاقها وعلى تسلم الموجز منها هي مشاريع جوهرية ومشاريع كبرى، وهذه المشاريع وأكدوا أنها تلامس هموم المواطن الموريتاني ومشاريع كبيرة، مشاريع تسجل في التاريخ، لأن أول مرة في البلد وفي عاصمة البلد اللي يقعدوا عندنا جسرين بالمواصفات الدولية، وهذا مهم تماما كما ذكرنا في البداية. بغض النظر عن الطابع الجمالي المدينة سيحل إشكال كبير في عملية النقل، ونختار ملي نأكد فعلاً هذين المشروعين ما هم اللي هم اللي يعدلوا. هناك ذيك الدراسة اللي قالت عن فيه 10 ملتقيات بدأنا بمتقيين اللي هو بماكو الحي الساكن، لقي الملتقيات الأخرى إن شاء الله. ماذا عن ملتقى جسر مدريد اللي كان؟ طبعا بالنسبة سؤال جيد، بالنسبة لملتقى مدريد بإجازة هذا الملتقى في إطار الشراكة ما بين بلادنا والجمهورية الصينية، جمهورية الصين الشعبية تعهدت بإنجازه، مازال خالق خالق بعد خالق بعد وله وعد بإذن الله تعالى. هاني أكد لكم سيد عثمان، شنو مدى جاهزيتكم للمحافظة على هذا المشروع الكبير؟ شكرا. دونك هذا البروجي فيان دتر لانسي بار Son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ouchar Zouani, aujourd'hui démontre la volonté de régler définitivement les problèmes de mobilité urbaine. On a commencé par traiter les points singuliers des carrefours. Donc il y a déjà une politique de règlement du transport urbain au niveau de la ville. Et les ponts que nous avons programmés sont des ponts de dernière génération, modernes. Merci. إذن باسمكم مشاهدينا الكرام أشكر السادة سيد محمد لمين والشيخ عبد الله مكلف المهمة بوزارة التجهيز والنقل، وأن عثمان مدير البنى التحتية الممولة من الداخل بوزارة النقل. شكرا لكما، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. هذه تحيانا جميعا للقاء.